النصر يعني في 2014 2015 النصر كان متسيد المشهد، وكان بإمكانه يتسيد أكثر ويأخذ بطولات أكثر لولا ظروف كثيرة. يعني الجماهير قد يكون أنها مثل ما قلت تشبعوا أو زعلوا مثل ما قال أستاذ مساعد، مو بسهم ترى، حتى اللعيبة، حتى اللعيبة لما تشوفهم 14-15 أغلبهم نفس اللعيبة، تحس كأنهم عندهم نفس الشعور اللي هو التشبع أو خلينا نقول لك ما عاد صار عندهم الحماس. الآن في الوقت هذا اللي مش متحمس وما له رغبة جامحة، يعني مو رغبة عادية، جامحة أنه يقدم نفسه بشكل جيد، لن يجد نفسه مكان. كيف تقيسها؟ لا، هذه حنقيسها في العطاء، حنقيسها في الالتزام، حنقلل مكان الحجج اللي يتحجج فيها اللاعب. أنت الحين أنا عشان أسجل مضطر أسدد لك رواتبك كلها، بسدد لك، والسنة الجاية حيكون فيها انتظام أكثر في تسديد الرواتب. أبغى أشوف، ما أبغى أشوف حجة لعدم الانتظام. واللاعب اللي ما راح يكون منتظم لن يجد له مكان، واللاعب المنتظم حيجد كل الاهتمام وكل التقدير. يعني الموضوع مش قضية شخصية، احنا ما نشمع، ما حط شماعة اللعيبة، بس احنا نقول المرحلة الجاية في مرحلة جد، مرحلة فيها حماس، احنا جايين تقليص العدد بعد هذا، تقليص العدد، جايين متحمسين، مدرب جاي متحمس، جمهور الآن متعطش ان نشوف نصر جديد، حينعكس سلوك الجمهور على اللي يرونه جوا الملعب. بالنسبة لكارينيو، كارينيو يعني باختصرها في دقيقة، كان يعني عندنا أربع خيارات، اثنين جدد واثنين حاليين اللي هو كارينيو وزوران. وأنا حقيقة عشان أقول لك يعني بالنسبة لنا كان قسناها في عدة عوامل. واحد، عقده انتهى مع الشباب في شهر أربعة، يعني في بداية أربعة أو في نهاية ثلاثة، يعني يقدر يوقع معنا الحين ونشتغل، نستغل الثلاثة شهور ذي قبل ما ينتهي الموسم، أو يعني ينتهي حتى المدربين بعضهم تنتهي في نهاية شهر خمسة وبعضها في ستة الخارجيين. فهذولي أنا علشان يعني أتعاقد معه لازم أنتظر. فكارينو وجوده كان مهم الحين، قص أنه حيوقع معنا الآن، عارف لعيبتنا، عارف الدوري، عارف اللعيبة كلهم، متأقلم في البلد، اختصر 60-70% من المطالبات، بالإضافة أنه هو عنده الحماس وعنده الرغبة يعني أنه يرجع يدرب النصر، ورجل قدم سي في رائع مع النصر، فبالتالي كل الاتجاه وكل العوامل صبت في كفة كارينو. في لعيبة فهد، وبالإضافة بالإضافة أنه في كارينو عنده قضية في الفيفا ومساعدينه، يعني ست قضايا في الفيفا حليناها بالتعاقد مع كارينو، لأن مسكنا مديونهم السابقة وجدولناها وسوينا لها اتفاقية أخرى، فوقعنا معه وبعقد مش كثير ترى زي ما الناس تتوقع، لأنه هو متحمس أنه يلعب. بس ما تكون ديونه هي السبب. لا 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 لا، ما يمكن نجي ديونه مليون و200 مليون و300، ما روح ندفع مليون، نفكر كيف نسد مليون و300 ونترك فريق حنصرف عليه مئات الملايين. ولكن هي أقول لك هي باكج، طيب باكج كامل انصب لصف كارينيو. ماشي، خلينا نروح إلى فاصل أخير، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى